يغسلها، وكنت أمام عتبة البيت أجمع النفايات، وفجأة سمعت أذان وقلت هذا أذان المغرب، عزبة وأخي ما عنده سيارة وأعزب. ومصعب مش موجود، يعني كل الحلم أشياء مش موجودة ومصعب كمان مش معنا. أنت شوف، يعني مثل هذا الأحلام السيارة هنا تأخذ حياته طبعا. اللون الأبيض على أمر يسعى لتحقيقه، غسيل السيارة إذا كان عليه دين مالي ربما يسكر الدين اللي عليه أو يقضيه، أما إذا كان عنده مشكلة صحية فربما يعالج، أن اللون الأبيض يدل على النقاء، فإذا كان عنده مشكلة نفسية أو صحية ربما يعالجها. وفجأة سمعت أذان، وهنا سمعت أذان المغرب يدل، أذان المغرب عادة يعود الناس من تعبهم أو من مشقتهم أو من أعمالهم أو وظائفهم، وربما بالنسبة لها إذا كان في حياتها هي أو أخوها مشقة، آن الأوان أن يرتاحون وتتغير حياتهم للأفضل.